مساء النور حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارككم ماسك او قناع لتجديد خلايا البشرة. ماسك مرطب واحد الدرجة كبيرة، كيساهم في ازالة التجاعيد، وماسك يومي او قناع يومي، يعني المكونات اللي فيه كتسمح لنا ان نوضعوها كل ليلة على البشرة ديالنا، كلها فوائد كتعطينا النضارة وكتعطينا الصفاء كل صباح. ان شاء الله غادي تجربوا هذا القناع وغادي تخليوا لي في التعليق النتيجة اللي لقيتوا عليه. قناع رائع، قناع يومي كله فوائد شرائح الخيار. كذلك غادي نشارككم قناع او ماسك اللي غادي نستعملوه تحسن شرائح الخيار على البشرة ديالنا باش كنستافدو من هذا القناع 100%. كذلك غادي نستعملوه على الرقبة او العنق ديالنا باش نوحدو اللون ديال البشرة، وكذلك باش نحصلو على بشرة نضرة صافية وخالية تماما من الشوائب ومن المشاكل اللي كتواجهها البشرة في موسم الشتاء. غادي نوضعوا الشرائح على العنق ديالنا وكذلك على البشره ديال الوجه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نشارككم الطريقه والمكونات. خليكم معايا لاخر الفيديو. اذا مرحبا بكم حبيباتي من جديد، دابا غادي نشارككم المكونات وطريقه تحضير هذا الكريم الاساسي اللي غنستعملوه قبل شرائح الخيار وكذلك طريقه تحضير ديالو. بالنسبه لاول مكون غنحتاجو لدقيق النشا او مايزينا. دقيق النشا عنده فوائد كثيره في ازاله الرؤوس السوداء او اثار حب شباب وبقايا حب شباب. غادي نحتاجو كذلك زيت الجليسيرين. زيت الجليسيرين اللي كيرطب البشره بواحد الدرجه عميقه ومهم جدا عند كل سيده يكون عندها في موسم الشتاء، لانه كيساهم بشكل كبير في ازاله الجفاف من البشره، كذلك من القشور اللي كتكون على مستوى الشفتين. كذلك غادي يدخل في الماسكات اللي كتهتم بترطيب القدمين واليدين. زيت الجليسيرين رائع جدا، وكناخذ منه تقريبا نصف لتر، ومتواجد متوفر في الصيدليات في الاسواق التجاريه الكبرى الخاصه بالتجميل خاصه بالزيوت، والثمن ديالو كذلك غير مكلف تماما. وغادي ناخذ شرائح ديال الخيار اللي غادي نقطعوها بهذه الطريقه رقيقه او رفيعه تماما باش كتلصق لينا مباشره من فوق هذا الكريم الاساسي اللي غادي نحضروه. اذا كيف مشوا معايا، هذه هي الطريقه ديال التقطيع ديالها رقيقه بهذا الشكل. وبالنسبه للخيار راه عنده فوائد كثيره حتى هو على البشره ديالنا، كلنا كنعرفوا الفوائد الكثيره والقيمه ديال العصير ديال الخيار والشرائح الخيار على البشره ديالنا. اذا غادي نخلطوا هذا الكريم الاساسي اللي غنوضعوه. غناخذ ملعقه ونصف من دقيق النشا او مايزينا وغادي نخلطو بزيت الجليسيرين. بالنسبه لزيت الجليسيرين غنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنخلط حتى نحصل على القوام الكريمي اللي غادي نستعملو على البشره ديالي وعلى العنق كذلك والرقبه عفوا. بطبيعه الحال غادي نحتاج واحد الكميه يعني تقريبا جوج معالق كبار اللي غادي يخلط لينا، وحنا كنشوفو يعني الطريقه اللي غادي تعطينا قوام كريمي باش يثبت لينا على البشره ديالنا. وهاد الكريم اساس رائع جدا، نقدروا نستعملوه كل ليله، عنده فوائد كثيره وكيعطي نضاره، يعني مجرد ما تستعملوه غتحصلوا على واحد النضاره كبيره على مستوى البشره. بطبيعة الحال غنستعملو الماسك على بشرة تكون نظيفة باش تستجب لينا مع هاد القناع ونحصلو على نتيجة رائعة. غناخدو بانسو او قطن او لليدين ديالنا كل سيدة ويعني الطريقة ديالها في وضع القناع، المهم هو ان البشرة تكون نضرة وتكون جذابة من بعد اي قناع، يعني كل سيدة كتبغي البشرة ديالها او الوجه ديالها يكون نضر ويكون صافي وخالي من المشاكل اللي كتواجهها كل انواع البشرة. اذا انا كنوضع القناع على الموديل او على بشرة الموديل ديالي، ومن بعد غادي نقطعو الشرائح بهذا الشكل وغادي نوضعوها فوق هاد القناع. بالنسبه للشرائح ديال الخيار ما غاديش تطيح، لانه هذاك الكريم اساس كيثبتها وكيسهل علينا اننا نوضعوها
بطريقه سهله، وكذلك حتى التقطيع ديالها بشكل رقيق حتى هو كيخليها انها تلصق تماما على البشره ديال الوجه ديالنا، ما كنلقاوش مشكل معاها. وكذلك كل سيده غادي تقطعوا على شكل تقاسيم ديال البشره ديالها، وما تخليو حتى منطقه فارغه باش تستافدوا من الشرائح ديال الخيار. كذلك بالنسبه للسيدات اللي عندهم الهالات السوداء غادي يستافدوا بشكل كبير من هذا القناع، رائع جدا في ازاله المشكل ديال الهالات السوداء، وكذلك الجفون او العيون اللي كتكون متعبه غادي يريحها بشكل كبير. وانا كنوضع في الشرائح، خليكم معايا حتى نكمل كل الشرائح اللي قطعتها. اذا هادو هما الطريقه اللي حضرنا، والطريقه ديال وضع الشرائح الخيار على البشره ديالنا كامله، ما نخليو حتى منطقه فارغه. وكذلك العنق، ما تنسوش العنق، لا بد من نستعملو حتى العنق، وكذلك تحت الجفون، فوق الشفتين، تحت الشفتين، وما نخليو حتى شي منطقه فارغه باش نحصلوا على لون موحد باذن الله. وكنتمنى ان جميع السيدات يحضروا هذا القناع كل ليله، او يعني على الاقل 3 أو 4 مرات في الاسبوع، لانه كيستحق التجربه وكيعطي نضاره رائعه للبشره، كيزول النمش والكلف يعني بشكل يومي. كنستافدوا من عصير الخيار، من زيت الجليسيرين، من النشا اللي رائع جدا على البشره، وكنستافدوا منه بشكل كبير الا داومنا عليه يعني باستمرار وبشكل يومي. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتشاركوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وكذلك ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد والمحتوى ديال القناه. وكنشكر الجميع على التعاليق وعلى المشاركه اليوميه والتواصل اليومي، شكرا لكم. وكنتمنى انكم تخليوا لي في التعاليق طريقة النتيجة اللي حصلتوا عليها. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة إن شاء الله.